السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نأخذ الدرس الرابع من الوحدة الثانية المقرر اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي التاسع. نبدأ بإذن الله. بسم الله. Unit 2, Lesson 4. As usual, vocabulary. المفردات vocabulary. وحنأخذ اليوم الأفعال أغلبها. We have the first word. نأخذ الكلمة الأولى. Regular. Regular. معناها نظامي ولا قياسي. Irregular. نفس الكلمة عبارة عن أضفنا لها prefix. Ir معناها لا أو العكس. تقعد irregular غير نظامي. We have verb to be فعل be الأصل بتاع وعندنا am is يكون ونمشي للماضي بتاع am is اللي هي تقعد was am is يكون بيخلوها في الماضي ايش تقعد كان was are يكون في حالة الجمع يكونوا بهو الماضي بتاعها كانوا where لأن حنأخذه في الدرس بإذن الله السيمبل باست الماضي البسيط وقد يعتمد على تصريفات الأفعال الغير قياسية وهذه من الأفعال الغير قياسية المشهورة اللي حتواجهنا عندنا فعل to be بشكل am و is هذه هي الاثنين يكون الماضي بتاعهم was 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 نطق كل واحد are where شوف الكلمات فل يسقط يقع والماضي بتاعها فل تبي تقول واحد طاح خلاص في الماضي فل تقول انا طحت انا سقطت اي فل جو يذهب بتبي تقول ذهبت الماضي بتاعها وينت هذين افعال تبي تحفظهم حفظ وفي الأفعال وكيف تحويل للماضي حنأخذوه في الدرس إن شاء الله ولكن تو نقدمو لكم في الأفعال هذين لأن هذين يعتمد علين جزء من الشرح في الماضي حيعتمد على الأفعال غير قياسية وبالتالي لو بدها تعرف go الماضي بتاعها went come يأتي go يذهب come يأتي came الماضي بتاعها come came see يرى والماضي so I saw him أنا رأيته في الماضي تبي تستخدم الماضي مش حتستخدم كلمة see يرى تبي تستخدم كلمة so الماضي see make خطمت علينا واجد في الدروس يصنع يكون يجعل كل هذه معانيها make والماضي بتاعها made I made it myself أنا صنعتها أنا فعلتها meet يقابل والماضي بتاعها met قابلة read نفس السبيلينج different pronunciation read الماضي بتاعها read سبيلينج واحد الحروف بتاعتها واحدة ولكن النطق مختلف read read يقرأ bring يحضر يجلب شيء يجيب brought أحضر lose يخسر يفقد حاجة يودرها والماضي بتاعها lost take يأخذ took أخذ let's see the other words stick والماضي بتاعها stuck stick يعلق يحصل في حاجة معش يعرف لا تقدم ولا يؤخر الماكينة توقف تعلق stick stuck send يرسل تلقوا في النقلات تاعكم send أرسل have ومعانيها واجدة أشهر المعاني اللي عندنا إحنا إنك تملك شيء تقول I have أو تأكل تقول I have تشرب تقول I have والمعاني الأخرى على حسب وجودها في الجملة
لكن أشهر المعاني اللي عندنا مستخدمة واجد هذا بمعنى يملك أو يأكل أو يشرب، والماضي هاد. نلاحظوا هنا هاف في المضارع لها تصريف واحد آخر اللي هو هاز، هذا الأصل الفعل، لكن عندها هاز. يبقى نحن عندنا هاف وهاز H-A-S، هذين الاثنين الماضي بتاعهم هاد، نقوله he has، هو يملك، بقى نقوله ملكة he had. I have my tea، أنا شربت شيء، قولوا I شربت خلاص I had، I have أشرب. بقى لو أنه هو يشرب he has، يبقى have لها شكلين في المضارع have و has، وهن الاثنين الماضي بتاعهم had. leave يرحل، يترك شيء والماضي بتاعها left. grow والماضي grew، ينمو ينمي شيء، الشيء بروحه ينمو grow، grew يكبر. اوكي هذه معانيها. know يعلم يعرف. new الماضي. get بمعنى يحصل والماضي بتاعها got، حصل. طبعا get معاني مختلفة على حسب وجودها في الجملة، ولكن أشهر المعاني بتاعها get يحصل والماضي got، keep يحتفظ والماضي kept، find يجد والماضي found. هذه كل أفعال لابد تحفظ الشكل بتاعها في الحاضر وفي الماضي. ما فيش قاعدة مثلا نقول لك هل زيدها يتحول الفعل، لأن الأفعال غير قياسية. الريجولار فيربس اللي هي أفعال غير قياسية، خذينا كلمة regular and irregular وغير قياسي، وصلنا كلمة find والماضي found. ناخذ الكلمة الأخرى speak يتكلم، spoke تكلم، say يقول، said قال، sink يغرق، sank الماضي sink، win يفوز، one كأنك تقول واحد، win one، write wrote يفوز فاز، write يكتب، wrote كتب. وآخر حاجة حطناها إحنا في الأخر لأن حنستخدموها في درس اليوم اللي هي في الماضي اللي هي do. do بمعنى يفعل، وقد نستخدموها من غير معنى ولكن كأداة لتكوين السؤال والنفي في زمن الماضي البسيط، لهذا جبناها في الأخر. do did، do يفعل، did فعل. هذه الكلمات مشتملا في الغالب كلهن على أفعال غير قياسية، المصدر بتاعها والشكل الماضي the past form and the infinitive or the verb in present. okay شوفوا language study معنا عندنا دراسات لغوية، وحناخذوا السيمبل present past symbol، حناخذوا past symbol tense الماضي البسيط. في الحلقات الدروس السابقة خذينا السيمبل present tense المضارع البسيط، وقلنا أنه ممكن نستخدمه للفيوتشر when it is timetable a part of timetable، خذناه بأنه ممكن نستخدمه للمضارع البسيط للمستقبل التعبير عن المستقبل لما يقعد ضمن جدول زمني. الآن نأخذ الباست سيمبل هو الماضي البسيط past simple tense، وكلمة tense معناها زمن. let's see what it is used for، فيش يستخدم هذا الزمن هذا أو كيفية استخدام. it speaks about الزمن هذا يتكلم عن an ended action، عن حدث منتهي في الماضي. يبقى أنت إذا كنت بتكلم على حاجة اندارت في الماضي حنستخدمه زمن past simple in the past which has nothing to do with the idea of now. يعني إذا أنت تتكلم عن شيء في الماضي ما لكش علاقة بالحاضر بالكل، عبارة عن شيء صار في الماضي فقط لغير
بدون ارتباط بفكرة الآن، بفكرة الحاضر. يعني تحكي على ماضي بس، شيء انتهى حدث وانتهى في الماضي وما ليش علاقة بالحاضر، حيكون القالب بتاعنا past simple tense اللي حنصيغه في الجمل بتاعتنا. أوكي، يبقى إذا تكلمنا على حاجة في الماضي وانت ما تفكرش في الحاضر وما لكش علاقة بالحاضر، لأن الكلام ما نقوله فيه ليش؟ في أزمنة الأكشن تاعها ماضي ولكن لها ارتباط بلحظة كلامك بالحاضر، سواء كان result النتيجة بتاعتها أو يعني أزمنة واحدة أخرى حتقعد ماضي ولكن لها ارتباط بالحاضر. الزمن اللي احنا ناخذه فيه يحكي على الماضي ولاش علاقة بالحاضر نهائي، شيء صار في الماضي وتحكي فيه ولاش أي تأثير على الحاضر، تستخدم السمبل باست. These time phrases are used. الزمن هذا في بعض الكلمات اللي غالبا ما من المنطقي انها تكون معه. When I said yesterday, yesterday معناه أمس، خلاص هذا تعبير يدل عليه على الماضي. مجرد ما تقول yesterday معناه جملتك تبي تكون في حاجة انتهيت في الماضي، وبالتالي حستخدم الزمن الباست سيمبل، هنعرفه كيف يتكون later on فيما بعد شوية. last معناها الماضي، حاجة فاتت بمعنى. لما نقول last week، week أسبوع، يبقى الأسبوع اللي فات. بنمشي الكلمة اللي بعدها month اللي هي شهر، بنقول الشهر اللي فات last month، last month. يعني بنقول السنة اللي فاتت last year etc إلى غيره. لو نبي نقول الأحد اللي فات بقى كيف نقول؟ نحن عندنا كلمة last، وشنو كلمة الأحد؟ اليوم الأحد Sunday، last Sunday، last Sunday. Or ago، أو كلمة ago، ago معناها منذ. تبي تقول أنا شفت علي منذ ثلاثة أيام. منذ ثلاثة أيام كلمة ago منذ، بيه كيف نحط معها three days؟ تقعد three days ago، three days ago I saw Ali three days ago. So بدري في كلمة see والماضي بتاعها so. I saw Ali three days ago. فلو كان بنقول شوف علي كل يوم، I see Ali every day. هذه كي simple present، هذا المضارع بسيط كان تذكر مع I و we و you، ذي بنحط فعل بدون ما نضيف له شيء. I see. فلو كان هي وشي هنحطه s، he sees. فلو كان ماضي تبي تأخذ الشكل الماضي في الأفعال الغير قياسية، سي الماضي بتاعها so. I saw Ali three days ago، هذه كلمة ago كيف استخدمناها؟ منذ ثلاثة أيام. The last thing is date in the past، الكلمة معناها تاريخ في الماضي. أي تاريخ في الماضي في الجملة بتاعك معناها جملتك ماضي ملاش علاقة بالحاضر، وبالتالي هنستخدمه فيها simple past tense. على سبيل المثال in 1993، 1993، بدل ما قلت في 1993 معناها جملتك حتمشي إيش؟ في الماضي، لأنك حاط تاريخ في الماضي تحكي على حاجة في الماضي ملاش علاقة بالحاضر. regular past simple اللي بدري قلنا احنا أفعال غير قياسية، معناها الماضي بتاعنا حيكون فيها أفعال قياسية وأفعال غير قياسية. regular معناها قياسي، الماضي اللي هو يتبع قاعدة اللي في تكوينه، في قاعدة تحطها وتمشي فيها مع أي فعل، يعني لما تعرفها خلاص تحول أي فعل إلى الماضي. رئيسياً نحن نزيده في الـ ED أساساً، نزيده في الـ ED، هذه الزيادة الأساسية للفعل، ولكن قد تختلف كما سنرى الآن. فعل زايد ED، يعني أنا نبي عندي فعل، أي فعل نبي نحول الماضي نجي نزيد له ED. The example is work، يعمل، هذا الفعل. بين بنقول عمله اشتغل خلاص. worked، 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 زدنا اي دي ونطقنا زي التا. worked باه، هذه زدنا لها الاي دي. لكن هنا ايش عطاني اخرى؟ فعل زايد دي، احيانا ما فيش زياده الاي دي كما هي، باي ليش؟ هي اصلا زياده اي دي، لكن مره تنزيد دي للسبب، لان شوفوا الفعل هذا موف يتحرك، شنو نهايته؟ اي، موجود الاي، يبقى ما فيش داعي نزيد اي واحده اخرى، فتقعد
مود، والنطق بتاعها ده مود، يتحرك. خليناها في الماضي، زدنا لها الاي دي، هي فيها ايه، حطينا الدي، تقعد مود. يبقى هنا بسهوله الفكره العامه، لما نحول اي فعل للماضي حنزيد له اي دي، باي مره تنزيد له دي لانه موجود الاي اصلا. The third, this is spelling rules by the way. هذين كلين قواعد في السبيلينج. فعل زايد double consonant، الفعل وبعدين نضعف الكونسونانت، الحرف الساكن اللي في الفعل حنخليه اثنين، وبعدين نزيد له اي دي. Then verb and we double the last consonant of this verb، نضعف الحرف الأخير في هذا الفعل، and we add ed ونضيف له ed باش نحولوا الى الماضي. بأن تندير الكلام هذا، when a verb، عندما الفعل of one syllable، الفعل المكون من مقطع واحد. نحن قلنا شنو المقاطع؟ المقاطع هي vowel مع consonant، vowel مع consonant يكونني مقطع. يبقى كلمة محتوية على vowel وكونسونات بس، ما فيهاش باول اخرى وكونسونات اخرى، وبالتالي تقعد اكثر مقطع، هذه المقطع واحد. يبقى الافعال اللي في مقطع واحد اللي هي تكون مقطع واحد هي اللي حنطبقوا عليها قاعده ان نحن نضعف الحرف الاخير اذا كان الفعل of one syllable مقطع واحد. in this in انتهى بايش؟ a consonant نهايتها كانت حرف ساكن، وشنو اخرى؟ preceded by a vowel. هذا الشرط، إن الفعل من مقطع واحد، فعل كلمة قصيرة من مقطع واحد انتهيت بيش؟ بحرف ساكن، والحروف الساكنة ككل اللغة الإنجليزية حروفها ساكنة ما عدا الكاردينال الأساسيات، الباول الأساسي الخمسة اللي ديما نحكوا عليهم اللي هي الأي والإي آي والأو واليو في حالة إنها باول، خمس الخمسة هذين الباول الأساسيات. لما الكلمة تنتهي بحرف ساكن وقدامها واحد من الحروف الخمسة هذين وهي مقطع واحد، الحرف الأخير حنضعفه نديرها اثنين وبعدين نزيد اي دي. Then verb and we double the last consonant and we add اي دي عشان نكونه الماضي to make the past of the verb. Example، بحثوا كلمة stop، يتوقف باش من نهايتها ب بي بي مش مسبوقه باو، البي كونسونانت هذه هي الساكن، باه الاو ات از فاول، فاول اند ات از وان سيلبل وهي مقطع واحد، ليش؟ لانها تحتوي على فاول واحد معش كونت لي مقطع واحد اخر. عدد المقاطع الفاول يسبب المقطع الا في السلابك. زايد يبقى عندنا ستوب انتهيت بكونسونانت مسبوقة بباول، نجي للبي شندرلها خليهن اثنين، هاي بالأحمر عندنا ستوب، باهي بي واحدة خليناها اثنين، وش نزيد أخرى؟ اي دي بحثوا النهاية بتاعها ستوبت، ستوبت ونطقناها كأنها تي. في اي دي اند دبل، ليتس سي ذا اذر ثينك. ما زال هذه آخر شيء في إضافة الاي دي، نحن كونه في الفعل حولون الماضي بإضافة اي دي، مرة تقعد اي دي مرة تقعد دي، ومرة هي الشكل اللي قدامنا اللي هي إضافة اي اي دي. يبقى فعل زايد اي اي دي أمتى كلام هذا؟ when a verb لما الفعل in this in y، لما ينتهي الفعل بحرف y أنا نحول الواي إلى اي اي دي. شنو شرط بتاع الواي؟ preceded by a consonant، يبقى الحرف الواي هذا لابد يكون مسبوق بحرف ساكن مش حرف متحرك. بدري في الدبل لما كنا نضعفه كان لابد الحرف الساكن هذا مسبوق بحرف متحرك، لكن في الواي باش نحولها الى اي اي دي لابد يكون الواي هذا مسبوق بحرف ساكن. Let's see an example ونشوف المثال. try يحاول، شنو النهايه؟ واي. باش شنو اللي سبقها؟ ار، الا حرف ساكن، وبالتالي نحول الواي الى اي ونضيف الاي دي، تقعد تراي ترايد تراي ترايد، واضحه؟ لكن بحثوا انا بات بلاي، بلاي معناها يلعب، انتهيت بايش؟ انتهيت بواي، بس شنو اللي قدام الواي؟ اي
والأي مش حرف ساكن من الحروف المتحركة. play بهجدرنا لما جينا بنحاولوا الواي إلى آي دي، لا في هذه الحالة مش نحاوله. ليش؟ ما نطبقاش عليه قاعدة، اللي قدامه مش ساكن، اللي قدامه متحرك، وبالتالي نزدوا له إي دي. تقعد بات بلاي، ولكن بلاي حتقعد بلاي، نوت بلايد ما تحولليش الواي إلى آي إي دي، غلط هذه، لأن أنا ما نطبقاش عليه قاعدة، أنا مسبوق بإيش؟ فاول. الكلام هذا تحوله لما يكون مسبوق متحرك زي كلمة تراي، هتشوف فيها تراي واي وقدامه كونسونانت. نجول بلاي بحتوله مكتوب الحرف الفاول بالأسود، بلاي قدامها فاول، ما عادش تنطبق عليها قاعدة، نضيفولها إي دي وتقعد، يبقى بلايد اللي كتبها كتعتبر غلط، نوت بلايد. To conclude that، بش ندرو للconclusion، ملخص، نحن نحول الفعل من المضارع إلى الماضي بإضافة إي دي، هذا الأساس. قد نضيف دي وحدة إذا كان فيه الفعل بروحه فيه إي، خلاص ما بيش داعي تضيف الإي. إذا كان الفعل أنت بحرف ساكن وقدام حرف متحرك، الحرف الأخير نضعفه اللي هو ساكن، خليه اثنين ونزيد إي دي. أخيراً الآي دي الواي نحولها إلى آي دي، شرط إنه يكون قدام الواي consonant. The Y should be preceded by a consonant، لابد يكون مسبوق ب consonant to be changed into آي إي دي، بش نحولوه إلى آي إي دي. بل لو كان الواي مسبوق بحرف متحرك وجست ات اي دي، نضيفوا له الاي دي، ما عادش تنطبق عليه القاعده، يبقى هذا الماضي. بل الجزء الثاني من الماضي، هذا كل الافعال تحول بالشكل اللي قلناه باضافه الاي دي مع التنويع اللي قلناه. باهي في بعض الافعال اللي بدري اخذناها في مقدمه الكلمات، هذين نسموهم الريجولار باست، يبقى الماضي الغير قياسي اللي ما تنطبقش عليه القواعد اللي قلناه. وهذا المشكلة، أنك لابد تحفظ الأفعال الغير قياسية، حفظ ما فيش حل واحد آخر. الفعل له شكل في الماضي، معش تديرها بسهولة عبارة عن ضيف له إي دي حولت الماضي، لا هذا فعل تبي تحفظه. بقى كيف نعرفهم بعضا؟ أنت لما تحفظ الأفعال الغير قياسية الأساسية المستخدمة واجد، مش ضروري كل الأفعال، ولكن الأفعال في الكتاب عندنا ومستخدمة واجد نحفظهم، معناها غير أنت بتزيد له قاعدة الإي دي، تضيف له الإي دي مع التنوع. ناخذ example verb come، هذه ماضي نبي نحولها مضارع، يأتي نبي نحولها الماضي نزيدوها إي دي، هذه القاعدة، ولكن هذه مش من الأفعال القياسية، أفعال غير قياسية لها شكل. come الماضي بتاعها came، عشان تنطبق قواعد الإي دي. build يبني بناء، built بنى، يبقى تحول الفعل بالكامل من شكل إلى شكل واحد آخر، شكل مختلف عن الإي دي، قد يكون شكل الفعل كما هو ولكن مختلف عن إضافة الإي دي. come الماضي بتاعها came، build الماضي بتاعها built. مقدمة الكلمات اليوم كانت كلها أفعال غير قياسية، على الأقل تبي تحفظ مجموعة الأفعال اللي قاعدة في الكلمات اللي خذناها. يبقى الـ past tense is formed by adding ed to regular verbs، or we use the regular form the past form of the verb، او نستخدم الشكل الماضي of the regular verbs الافعال غير القياسيه، حاجتين، ينضيف ed ينكون حافظ شكل الفعل ونستخدم الشكل بتاعه. question forms شكل السؤال على الزمن الماضي، كيف نكون السؤال في الزمن الماضي؟ الزمن الماضي إذا كان بسهولة، هي طريقة واحدة، طريقتين، إذا كان لقيت was where في الجملة بتاعك فقط غير، هذين الكلمتين اللي حعطوهم في بداية الجملة، لقيت was اللي هي يكون كان، where الجمع بتاع الار والماضي بتاعها where، إذا كان لقينا was or where كلمتين هذين خذن وحطن في بداية الجملة، يبقى أنت كونت السؤال. الفعلين مش فعلين، إنه فعل واحد، ولكن تصريف لل verb to be، verb to be اللي هو يكون والماضي بتاعه خذناه في بداية الكلمات was where، لقيت في جملتك was where حطن في بداية الجملة، يبقى أنت كونت السؤال. بهانية he was an excellent climber، he was
an excellent climber, كان متسلق ممتاز اللي هو إدموند هيلاري. لما تقرأ الماضي تشعر أن الشخص هذا حاجة في الماضي انتهيت، يا مات يا بطل الحاجة اللي نحكم عليها، لكن ما عادش له أي علاقة بالحاضر، مش موجود في الحاضر الآن، أو ما عادش يمارس في الكلام اللي نحكم عليه الآن. He was an excellent climber، كان متسلق ممتاز. بيني بنقول لك هل كان متسلق ممتاز؟ بيكون سؤال بلقينا was حطوها في بداية الجملة فقط لا غير. Was he مع capital letter كان small جوه، بعدين في البداية درناها capital. Was he an excellent climber and the question mark at the end of my sentence of punctuation، ونهاية الجملة بتاعها حيكون علامة الاستفهام. Another question، هذه واضحة الفعلين هذين، الفعل واحد هنا حقيقة، ولكن التصرفات بتاعتها اللي هي was where لقيتهم في الجملة حطنا اللي قدام يبقى كونت سؤال. يعني لو كان ناخذ الجملة هذه he was an excellent، بيخلوها تجي معها where، مع من تجي where؟ مع جمع، ليس كذلك؟ مع we مثلا لو خذناها نحن ولا هم ولا أنتم، أوكي؟ they خلينا they هم they حناخذ معها where. They were an excellent climbers، كانوا متسلقين ممتازين. بندير سؤال ناخذ where لقدام، يبقى الشكلين من الفعل to be هذين في الماضي was and where حطن في بداية الجملة كونت السؤال. نجول تكوين السؤال في الماضي. usually في اللغة الإنجليزية كلها تكوين السؤال يا أما يكون فعل مساعد هنحطه في بداية الجملة، يا أما نجيب من عندي فعل مساعد اسمه دو، ودو حياخذ الشكلين الثلاثة أشكال بتاعه، إذا كان هو مضارع حيقعد دو، أو داز اللي هي إضافة الاس في المضارع. باهي والماضي كيف يتكون؟ يزيد لأيدي يكون له تصريف، بدري خذناه نحن في الكلمات دو والماضي بتاعه ديد، بأن نحن نحكو على الماضي يبقى أداة اللي حنكون بها السؤال هي ديد كفعل مساعد نجيبه، ونشوف الكلام ماذا على صبر. He opened a mountaineering school. Mountaineering school خذنا mountaineering من قبل بمعنى مدرسة لتعليم التسلق. In Darjeeling في مدينة، طبعا لما تلقى capital letter في نص الكلام اعرف ان هذا اسم من الجملة، تعرف إذا كان هو اسم شخص أو مكان أو شركة. أوكي okay. opened a school in، فتح مدرسة في it is a place، لأن هي place مش بضروري نكون نعرفه كل المدن، لكن من خلال الجملة تعرف أن هذا اسم مكان، يبقى اسم مبنى أو مدينة أو شركة بدأ، وخاصة إذا لقيتها طبعا لابد بدأ من أسماء يكون capital letter. مش مهم هذا الدرس. he opened فتح، يبقى الفعل وين قاعد؟ في الماضي، ما فيش لعندي لا was لا where اللي حكينا عليه بدري، وبالتالي أنا حنجيب فعل مساعد اللي هو do وحنخليه في الماضي اللي هو بدري خذنا تم did، لأن جملتنا إحنا ماضي، ونجيب كما نشوفه نجيبه did حطوها في بداية الجملة did، بعدين الضمير he باهي opened كان فيها ed، هنا ما فيش ed. في قاعدة في اللغة الإنجليزية تقول إذا استخدمت verb to be verb to do، استخدمنا فعل do بأشكال الثلاثة do does did، إذا استخدمت وجاء بعده فعل لابد يكون في المصدر should be in the infinitive، يبقى نحن نستخدمه do ولا does ولا did، الفعل اللي بعده لابد يكون مصدر. did he open opened هي open أصلاً، إحنا حولنا الماضي بإضافة ed ردوها المصدر بتاعها. did he open حولنا ed a mountaineering school in Darjeeling في Darjeeling اللي هي مدينة. يبقى إذا كان غير was where أنا حنجيب did استثناء نكتب بسرعة مش تسهلوا الفهم، نجيب did والفعل اللي في ed ولا الزيادة اللي انت حطيتها للنقلة إلى الماضي تحولها يعود إلى مصدره. did he open ما نقولش did he opened did he open، بنشوف السؤال اللي بعده
Where did he open? بقى لو جبت أداة سؤال تكون السؤال بتاعك وتحط أداة السؤال في المقدمة مع أدوات السؤال. Unless you are asking about subject, ما لم تسأل عن الفاعل فاحت خاصة مع هو what, another think. على أي حال نكون السؤال did وopen ونحط أداة السؤال في المقدمة. Where did he open? أين فتح؟ A mountaineering school. A mountaineering school, مدرسة لتعليم التسلق. شوفوا الجملة اللي بعدها. He spoke seven languages. يتكلم سبع لغات. Spoke, the past of speak. يتكلم والماضي بتاعها تكلم غير قياسية. Seven languages. باين بنكون سؤال. إيش نجيب؟ Do ولا does ولا did؟ إن كلهم فعل واحد بالمناسبة هو فعل دو اللي نكونه بالسؤال والدز هذه الاشتقاق منه ودد اشتقاق يبقى نحن ما عندناش إلا فعل واحد نكونه بالسؤال دو هنا حيكون شكله دد لأنه ماضي أوكي يبقى نجيب دد نحطها في بداية الجملة دد وقلنا إذا استخدمنا فعل دو وبشكله هنا دد أي فعل بعد دو دز دد هنا فعل واحد فعل to do. After verb to do, you should use an infinitive مصدر without to, بدون to. Did he speak? Did he speak? Seven languages. هل يتكلم سبع لغات؟ باختصار في الماضي باستثناء was aware. هذه نحطهم في بداية جملة. باقي جملة في الماضي نجيب أنا did. ويعود الفعل إلى المصدر إذا كان هو له تصريف spoke هذا الماضي رد الأصل بتاع اللي هو شنو speak وبالتالي أنتم لابد تحفظوا الفعل في شكله في المصدر وشكله في الماضي لابد تحفظون باش تعرف تتكلم به he spoke seven languages بيجدرنا did هنيا في الآخر did رد spoke إلى speak did he speak we use the infinitive seven languages هل يتكلم سبع لغات؟ negative النفي خذينا تكوين السؤال تو ناخذ النفي كيف نكون النفي؟ نكون النفي did not وتختصر contraction the long form and the short form didn't okay كيف يتكون؟ he opened a mountaineering school. هو فتح مدرسة تسلق. بين بنقول هو لم يفتح. حنجيبه هي ونحن عندنا did not. تقدر تقول did not. اختصارها تقول didn't. ما فيش مشكلة الاثنين صحيحات. He didn't open. بهي استخدمت did. معنى الفعل شيء بيصير فيه. It should be infinitive. لابد يرد للأساس تاع المصدر حولنا منه الزيادة اللي حطناها اللي هي ED. Did he open a mountaineering school? هل فتح مدرسة تسلق؟ باهي هذا في حالة إيش اللي استخدمنا did؟ في حالة إنه مش was ولا where. ما عندكمش إلا الفعلين هذه غير قياسية في اللي هنا special verbs special finite فعلين بحالة خاصة لما يجي بكون سؤال ولا النفي مش حنطبق عليه ما نجيبلهنش did في السؤال نحطوه في بداية الجملة وفي النفي نجي وراه نحط كلمة not اللي هنا was ولا where غيره نبي نجيب did ونحط ونزيدها not ممكن نختصرها وهو الشكل اللي في الكلام اللي ديما نستخدمه تقعد did not didn't Okay, let's see the other question. He was an excellent climber. كان متسلق ممتاز. بيني بنقول ما كانش متسلق ممتاز. He wasn't. Was. وزدنا لها not. اختصرناها زي ما اختصرنا not مع did. Apostrophe T. كل اللي ندرو فينا نحوله في الأول. Wasn't. اللي هي was not. ولا was not he wasn't an excellent climber لم يكن
لم يكن متسلق جيد. الدرس القادم بإذن الله حنأخذ الباص كونتينيوس إلى الملتقى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.